عندها فعلا محتوى ثقيل تقدمه للمشاهد اللي كلنا الآن متواجدين حتى نرتقي لذائقته الراقي. طيب عندك أبو سعود؟ عندي أنا لي أبيات طراها قصيدة أبو نايف في الأمير فهد بن عبد الله، وصبح عليهم بالخير جميعا الأمير فهد وأبو نايف عبد الله بن عون. أقول تخف الثقيلة يا رفيدي على ما قال، سلام ليعنزت في جال خطوة الصعيبين، رجال خلقها الله وادم هم جبال، كبار الحظوظ مرجحين الموازين، تداحم على والنعم مع طيبين الفال، وحب الجزالة عندهم في الشرايين. وسلامتكم. الله صح الله لسانك وبيض الله وجهك. هنا الأخت نجد تقول الله يوسع صدوركم مثل ما وسعت صدور شيباننا في البيوت. الله يبيض وجهك ويجمل حالكم. عندك يا أبو مشبب؟ والله عندي خير وصلاة على النبي. عندي تعليق على المشي هذا طال عمركم ما في يمكن أشكلنا خاضة تجربة.